أنا دكتورة معي إبراهيم الحمارنة المعرض هذا بتناول أنواع كثيرة من الرسومات يعني منها أشياء بتحكي أشياء إنسانية وأشياء هذيك هادفة في الفكرة وفي إلها أحيانا هادفة في جمال الطبيعة وفي في تنسيق الألوان وشعور بالجمال والرسم بطريقة معينة طريقتي وهذه رسالة من يعني من فلسطينية للكل إنه يشوف إيش إحنا بنحب نعمل ورغم الضغوطات اللي بتصير علينا لكن بنضلنا نرسم كويس وننتج كويس بس هذا هو